السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة غتكون إن شاء الله بسطيلات أو بريوات بالحوت، كيجيو رائعين جدا بطريقة مبسطة جدا وطريقة مع يعني كيفية الاحتفاظ بهم في المجمد. ابقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نجو في المكونات إلى السمك، طبعا عندي هنا الكروفيت أو القمرون أو الجمبري منقي بشكل جيد ومغسول ونخليه يستقطر حتى كينشف. عندنا الكالامار هو مقطع الى قطع صغيره، نغسلوه ونخليه حتى هو ينشف بشكل جيد. وغادي نحتاجو طبعا الهبره ديال الحوت، ممكن استبدالها بالصدر ديال الدجاج حتى هو كيجي مزيان في هذه الوصفه. انا استعملت هنايا الفرخ، حيدت منه الاشواك اللي فيه كامله ونقيته. ممكن نستعملوا الصول او الميرلو. هذه الاسماك كلها خاص تكون طريه يعني من السوق مباشره تستعمليها، ما تكونش في الكونجيلاتور او مجمده اللي كتباع مجمده ما كتصلحش، لان انا غنعاودو نحتفظوا بها مره اخرى. غنحتاج عصير ديال حامضه كبيره ولا جوج حامضات صغار، السودانيه او الفلفل الحار، زيت ممكن المائده او زيت الزيتون كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، زبده حتى هي نحتاجوها للقلي وباش كندهنوا الورقه، الفلفل الاحمر، القليل من الزعتر المحكوك، جوج فصوص كبيره ديال الثوم او ثلاثه صغيره، نصف حامضه مصيره او مصبره مقطعه الى قطع صغيره، علبه ديال الفطر المعلب او المصبر، الفطر الباريسي مقطع قطع صغيره حتى هو او تحتفظوا به كما هو، شرائح الزيتون الاخضر. عندنا باكيه، انا عندي باكيه وحده ديال الفيرميسيل او الشعريه الصينيه 100 غرام، ممكن ديروا كميه مضاعفه. عندنا القليل من توابل السمك والفلفل الاسود اللي هو الابزار، توابل السمك اختياريه. غنحتاجوا الملح، الهريسه يعني واحد المعلقه كبيره لانها مهمه بزاف هذه الوصفه. عندنا المعدنوس او المقدنوس يعني كميه اكثر من القزبر، كميه صغيره، جوج بصلات، حبات بصل كبيره مشلطه قطع صغيره. وغنحتاج الجبن، انا استعملت الموتزاريلا والجبن الاحمر، ممكن تكتفيو بنوع واحد. اول حاجه كنوضعوا الشعريه الصينيه ولا الفيرميسيل في اناء، نصبوا عليها الماء غليان ونخليوها تقريبا 10 ديال الدقائق، عاد نصفيوها ونقطعوها في مقلاه. غادي نوضع ملعقه كبيره من الزبده، ممكن تكتفيوا فقط بالزيت، هي الزبده كيجي المذاق ديالها مزيان في هاد البسطيله. غنوضع الزيت ثم فوق النار غنخليه حتى كيبدا تيغلي، عاد نوضع البصل. نحرك ونضيف التوابل، ابزار والملح والفلفل الاحمر. غادي نحرك الكل ونخلي البصله حتى كتقلى بشكل جيد وكطيب. رجع على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. غادي نضيف ليها الهبره ديال الحوت اولا الحوت اللي هو فيليات مقطع قطع مربعات شويه كبار، مع نصف المقدار ديال القزبر والمعدنوس، يعني كما قلت لكم المعدنوس اكثر من القزبر. غادي نحركه بشويه والنار تكون مرتفعه باش الحوت ما كيطلقش الماء ديالو وما كيتفرتتش. نحاول نحرك ثم نضيف التوابل ديال السمك، نستمر بالتحريك ونخلي تقريبا 15 دقيقه حتى كيطيب لينا الحوت بشكل جيد، كيبقى على حساب نوعية الحوت اللي انتم مستعملين، غير ما تحركوش باش ما يتفرت ليكمش، حركو غير بشوية. طفي منين كيطيب، غادي نطفي عليه ونضع نصف الكمية ديال الحامض المعصور ونخليه على جنب. ثم في مقلاة اخرى غادي نوضع الزبدة مع الزيت، دائما كميه الزيت كتكون اكثر من كميه ديال الزبده. كاين اللي كيستعمل الزبده بوحدها، انا كنخلطهم بجوج. غادي نضيف الفطر المعلب مقطع قطع صغيره، ثم الكميه الاخرى اللي تبقات لي ديال المعدنوس والقزبر. غادي نضيف الفلفل الاسود الابزار، الملح طبعا، والفلفل الاحمر تحميره.
غادي نضيف حتى الكالمان، نرد كل شيء على النار ونبدا كنحرك تقريبا واحد 10 دقائق. الكالمان ما كيخصوش طيب بزاف، واللي بغات تسلقوا مع ورقه ديال سيدنا موسى تسلقوه عاد ضيفوه. انا كنقليه غير هكا بشكل جيد، صافي يعني مره مره كنقلبه كنلقاه طاب، صافي كنعرفو طاب. غادي نضيف قبل ما يطيب نضيف ليه الحامض مصير مقطع قطع صغيره، نخليه يكمل الطياب. عاد كنضيفو ليه الكروفات اولا القمرون اولا الجمبري كلها واش كيسميه، غادي نضيفو ونبدا كنحرك غير بشويه، ما تحركوش باش ما يتحلش لينا في الطياب، والنار تكون مرتفعه. هنخليه تقريبا واحد 5 دقائق، هو ما كيتعطلش في الطياب يعني في ساعه كيطيب وكيتقلى. قبل هذا الشيء غادي نضيف الزعتر المحكوك، ممكن تعوضه بازير اللي ما كيبغيش الزعتر دير ازير، حتى هو غير كميه قليله ماشي كثيره، حتى هو كيجي معاه مزيان اللي هو اكليل الجبل. مي كتطاب لينا الشعريه الصينيه ولا الفيرميسيل مزيان، كنحاولوا نخليوها تستقطر بشكل جيد ونقطعوها الى قطع صغيره بواسطه ديال المقص، ونضيفوها الكروفيت. من كيطيب حتى كيطيب عاد كنضيفو الفيرميسيل او الشعريه الصينيه، ثم شرائح الزيتون. الهريسه ضروريه وتكون بكميه لا باس بها. غادي نستمر في التحريك ونخلي الكل كيتشحر تقريبا واحد 2 ديال الدقائق، كيتشحر بشكل جيد وكنطفي عليهم. كنضيف الحوت الاخر يعني السمك ديال الفرخ اولا اللي استعملتو نتوما مع البصل، وكنحرك غير بشويه ما نحركوش يعني بجد. نسيت ما ضفتش العصير ديال الحامض، نضيفو ماشي مشكل، ونمزج الكل ونخلي الحشوه كتبرد بشكل جيد. ضروري تبرد لينا عاد نضيفو لها الفرماج ونعمرو الورقه بيه. ملي كتبرد الحشوه بشكل جيد غادي نضيف الفرماج اولا الجبن الاحمر والموتزاريلا، ممكن تضيفوا نوع واحد الموتزاريلا كتعطينا التعليكه لهاد البسطيلات اولا البريوات، كما قلت لكم ممكن تستعملوا نوع واحد. غادي نحرك بشكل جيد حتى كيمتازوا جميع العناصر. غادي نحتاجوا الاصفر بيضه انني غنطيبهم في الفرن، الا كنتوا غادي تطيبوهم ولا تقليوهم استعملوا خليط ديال الدقيق والماء احسن. ثم غادي ندير قليل من الزيت مع الزبده المذابه، يعني نحاولوا ما تكونش فيها نهائيا لا الحليب لا الماء، ممكن تكتفيوا يعني غير بالزبده فقط. غادي نضيف القليل من الفلفل الحار او السودانيه، ثم نحرك الجميع صافي ونبدا كنشكل في البسطيلات والبريوات. ناخذ الورقه ديال البسطيله، انا استعملت هنا الكبيره، اللي بغات تحضرها في المنزل تلقى رابط الوصفه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. غندغنوها بالخليط ديال الزيت والزبده مع الفلفل الحار، خصوصا الجوانب كيكونوا ناشفين. استعمل هنا غير واحد طبسين، نوضع الورقه مقاده في الوسط، ممكن تستعملوا شي مول يكون كبير شي شويه، انا اللي عندي يعني صغير. غادي نوضع الحشوه في الوسط وغادي نحاول نجمع بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا، بحال اللي كنتني الورقه الفوق ما كنجمعهاش بشكل عشوائي باش نعطيو شكل الورده. بغيتو ديرو بالشكل البسطيله العاديه طريقه كتلقاوها يعني في البسطيله اللي فايت لي من زده ديال الدجاج او البسطيلات اخرين ديال الكفته يعني حسب الرغبه ديالكم. غادي ندور بهذا الشكل هذا والباقي نردو للاسفل، ونحاول يا اما نخليها غير هكاك نجمعها ونحطها، يا اما نلصق بالقليل من اصفر البيض كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. من الاحسن نلصقوها واحد شويه نضمنوا انها ما تبقاش تعذبنا من بغيو نهزوها ولا نحطوها بهذا الشكل، هي واحد القليل ماشي كميه كثيره باش تجمع لينا. من باب التغيير غنديروا هذا الشكل، لان فايتنا حضرنا البسطيلات ديال الدجاج بشكل دائري عادي، نحضروا هادو بهذا الشكل هذا، وراه حتى هو سهل وكيجي زوين بزاف في المنظر ديالو. غنستمر بنفس الكيفيه، غادي نجيب الورقه
وغادي ندهن بالخليط ديال الزبدة مع الزيت بهذا الشكل، ما نكتروش ماشي بزاف غير شوية. غادي نوضع فوق الطبسيل باش يشد لنا القياس كما كتلاحظوا معايا. نحاولوا نقادوا الجوانب يكون عندنا مقادين، ندعوا الحشوة في الوسط، وردوا بالكم ما يكونش الشوك سختو لك درتو الفرخ، الفرخ يكون فيه الشوك، فكنحاولوا نقيوه بشكل جيد. غادي نحاول نجمع هاد الاطراف بهذه الطريقه، هذه بحال كنديروا شي رزمه بهذا الشكل، نشدوها وندوروا واحد شويه بهذه الطريقه هذه، ونردوا لتحت ما تبقى، ولصقوا بالقليل من اصفر البيض، اولا نوضعوه غير هكاك بلا ما نلصقوه، كيبقى على حساب كي قلت لكم الرغبه ديالكم، من الاحسن يتلصق. طريقه سهله جدا وبسيطه، وكتعطينا واحد المنظر زوين بزاف. غادي نلصق بالاصفر البيض بهذا الشكل هذا، يعني بشكل عشوائي، ماشي شرط نكونوا مقادين التنيات، غير بهذا الشكل هذا، ونجمعوا بيدينا ونوضعوه في واحد البلاطو على ما ننتهي من الكميه كامله اللي عندي. دابا غادي نجيب الورقه غنقسمها بهذا الشكل، يعني نطويها ونقسمها على جوج باش نشكل بها بريوات، ممكن ديروا سيجارات او لا دينيم، يعني على حسب الرغبه ديالكم. غادي نجيب واحد الجزء وغادي ندهن بالزيت وبالزبده بهذا الشكل، وغادي نوضع الحشوه في الطرف، الورقه ديما نحتفظوا بها مغطيه باش ما تنشفش وتضيع. غادي نطوي الجهه الاخرى ونحاول نقادها باش تجي يعني بشكل مستطيل طويل مقاد، ونبدا كنطوي على شكل بريوه، يعني بهذا الشكل، يعني سهل جدا صافي. ونجيبو هذا الطرف ندخلو للداخل ونوضع القليل من اصفر البيض كما قلت لكم، الا غتقليوهم من الاحسن ديروا خليط ديال الدقيق مع الماء، انا عندي كنعجبني نطيبهم في الفران من الاحسن، كيجيو خفاف كيجيو على هذا الشكل هذا. غنستمر بنفس الكيفيه، كندهن الورقه كما قلت لكم ماشي بزاف، غير واحد شويه باش كتبقى لينا الورقه طريه وما كتيبش. كنوضع الحشوه في الطرف ديال الورقه وكنطوي عليها الجهه الاخرى، يعني نتوما حضروا بالطريقه اللي بغيتو. نبدا كنطوي باش نحصل على مثلث بهذه الطريقه، هذه طريقه سهله جدا، كنتمنى تكون واضحه خصوصا للمبتدئات صافي. الا بان لي يعني الورقه من جناب هذا، كنحاول نقادها بالمقص وندخل هذا الطرف اللي تيبقى داخل، ثم نلصق باصفر البيض كما قلت لكم، الا كنتوا غادي تقليوهم في الزيت فمن الاحسن تديروا خليط ديال الدقيق مع الماء، غير هادو اللي كيتقلاو، اما الاخرين ضروري كندخلوهم الفران، يعني في سيطلات صغار كيدخلوا الفران، وهادو لكم الاختيار في القلي او الفرن، كيجونا على هذا الشكل. وغنستمر بنفس الكيفيه حتى كنتهي منهم كاملين، وهذا هو الشكل من انتهيت منهم، هادو البسيطلات وهادوك البريوات. الا بغيتو يعني اشكال اخرى كتلقاوهم في القناه، يعني محضراهم بحشوات اخرى، يعني باش تاخذوا الفكره. بالنسبه من الاحسن ما نطيبوهمش، نحتفظوا بهم ما طايبينش، الا بغيناهم يعني يجيونا مزيانين. كنوضعهم في بواطه بعد ما كندير واحد البلاستيكه او الفيلم اليمونتير، كندير طبقه ثم ندير بلاستيك من جديد وندير طبقه اخرى وانا غاديه حتى كنكمل الكميه كامله، هكا يبقاو مزيانين خصوصا الا كانت الورقه مزيانه. نفس الشيء غادي ندير عفاني بلاستيكه ونوضع طبقه اخرى بنفس الكيفيه، طيوه وكندخلهم المجمد، كيبقاو مزيانين. منين كنبغيوهم كنجبدوهم، كنخلي واحد شويه ديكونجولا وكندهنوهم بالزبده، ضروري اننا ندهنوهم من الفوق وندخلوهم لواحد الفران اللي هو مسخن من قبل، يعني على درجه الحراره تقريبا واحد 190، باش الورقه كطيب لينا بشكل جيد ما كتخطفش، وكيبقى الداخل ديالها خضر. غنخليوها طيب من التحت حتى
تشوفوها تحمرات، وكما قلت لكم النار تكون ناقصه عاد نهبطوها لتحت. كما لاحظتوا معايا ملي كطيب كتلقى داك اليدام اللي كيكون فيه اللون الاحمر، غادي نحاولوا نوضعوه من الفوق بهذا الشكل هذا باش كيعطينا داك اللون الذهبي زوين للورقه، ونرجع نهبطوهم يعني يتحمروا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كتقدموهم بالطريقه اللي بغيتو، كتجي الورقه مقرمشه وكتجي الحشوه لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم من الداخل. فالحشوه كتجي معلكه بالموتزاريلا، وكما قلت لكم كتجي لذيذه بزاف، والورقه من برا كتجي مقرمشه يعني بالورق بالزبده وباليعني بالحراره اللي هي ناقصه من طيبوهم في حراره مجهده، كيجيو بنان بنان بزاف يعني. كنتمنى تجربوهم. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، تشجعوني بالتعليقات واللايكات، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. والى اللقاء، مع السلامه.